اقتصاديا، سيطر الارتفاع الجماعي على أداء مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات ثاني جلسات الأسبوع، وسط اتجاه بيعي سيطر على تعاملات المصريين والأجانب في مقابل اتجاه شرائي سيطر على تعاملات العرب. وارتفع مؤشر اي جي اكس 30 الرئيسي بنسبة 17%، وزاد مؤشر اي جي اكس 70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 56%، وربح مؤشر اي جي اكس 100 الاوسع نطاقا بنسبة 42%. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من مقر البورصة المصرية مينا بشرى، مراسل أونلاين. مينا، بداية مرحبا بك، كيف تسير التداولات بعد مرور أكثر من ساعة في البورصة المصرية؟ صباح الخير. شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا منذ مستهل تعاملات ثاني جلسات هذا الأسبوع، بنتحدث بعد مرور قرابة الساعة ونصف الساعة من بدء التعاملات. جميع المؤشرات مستقرة داخل المنطقة الخضراء مع تقليص نسبي لجزء من المكاسب الصباحية حتى هذه اللحظة. هذا الصعود من جانب مؤشرات البورصة جاء بدعم من القوى الشرائية من قبل المستثمرين العرب والمؤسسات، إضافة أيضا إلى صعود بعض الأسهم القيادية كان داعما لارتفاع المؤشر الرئيسي مؤشر اي جي اكس 30 الذي ارتفع بعد مرور قرابة الساعة ونصف الساعة من بدء التعاملات بمقدار 0.14% ومسجلا 12888 نقطة حتى هذه اللحظة. أيضا نتيجة لظهور واستمرار القوى الشرائية من جانب صغار المتعاملين، المؤشر السبعينية ارتفع بمقدار 57% ومسجلا 591 نقطة. المؤشر الثالث والأوسع نطاقا مؤشر اي جي اكس 100 مرتفع بمقدار 61% ومسجلا 1368 نقطة، وذلك من خلال مستوى سيولة وتراجع في مستوى السيولة لتصل حتى هذه اللحظة إلى مستوى 155 مليون جنيها وبحجم تداول تجاوز 34 مليون سهما وبإجمالي عدد عمليات تم تنفيذها حتى هذه اللحظة بما يتجاوز 9000 عملية. طيب مين أنشط القطاعات تداولا؟ بالنسبة لأنشط القطاعات تداولا حتى هذه اللحظة، في المرتبة الأولى جاء قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك، بقيم تداول لهذا القطاع وصلت حتى هذه اللحظة إلى 35 مليون جنيها وبحجم تداول تجاوز 9 ملايين سهما. وفي المرتبة الثانية جاء قطاع الاتصالات بقيم تداول لهذا القطاع وصلت إلى 25 مليون جنيها وبحجم تداول تجاوز 13 مليون سهما. طيب مينا بشرى مراسل أونلايف، أشكرك شكرا جزيلا لك على هذا الإطلالة على مقر البورصة المصرية وأنشط القطاعات تداولا، أشكرك.